بنات السلام عليكم، كتبت لاباس عليكم، احوال طيبه. كنتمنى تكونوا دائما في احسن الاحوال. معكم دائما موسى من مجوهرة سكينة لاختصاصنا بيع الذهب 18 كاره كالسائر الذهبيه في المغرب. نتلاقاكم الخير. اللايفات ديال مجوهرة سكينة دائما فيهم مهمزات لا داعي للذكر، فقط عاونونا شويه بارطاج لعطيكم الخير. اختي هند عليكم السلام ورحمه الله. اختي الله يعطيك الخير، الله يخطيك. نشكرك بزاف على هاد المصطلحات الجميله. صراحه بغينا نطلقوا اللايف حتى في التيك توك، شوفوا على الله يطلق لنا. عبد المجيد، خويا عبد المجيد عليكم السلام ورحمه الله. خويا مرحبا بك، الف مرحبا. والله خويا لا سمح لي راه نسيتك الصراحه، كان عليا نعلمك مي السيده راه خداته اخويا. هذا وسمح لينا بزاف. المهم نحاول ان شاء الله ندبر لك واحد بحاله الى هذا. انت خليتي لي دابا الطلب عندي، راه ان شاء الله نحاول ندبر لك شي واحد بحاله. صافي اخويا عبد المجيد، سمح لي بزاف، راه اليوم تشطنت شي شويه، كنعتذر منك. اخوان اللي حاضرين معنا تحياتي لكم جميعا، تنحييكم على الحضور ديكم طبعا. مرحبا خويا عبد المجيد، كنعتذر منك صراحه وليدي، كنعتذر منك. من حد درنا الكلمه مع السيده ما لقش الصراحه نبيعه، وكانت هي صراحه هي السابقه، يعني غادي نسمعوا من عندها كلام ماشي هو هذاك، لهذا تنحاولوا نحترموا الاسبقيه وصافي، حتى يوقع لنا وتنسبقوا مثلا شي وحده مثلا تعطلت وتتبع لها الحاجه وما تعجبهاش الحال، وما علم انها واخا يكون من الغلط ما كتعترفش. مي كنعتذروا منك وغادي نحاول ندبر لخويا عبد المجيد. صافي الله يعطيك الخير. الاخوان والاخوات جميعكم عليكم السلام ورحمه الله، ومرحبا بكم الف مرحبا. حتى الله ان شاء الله غادي تلقاوها في تيك توك حتى هو. اللايف اليوم راه تبارك الله اثمنه في مناسبه، عندي ميزات في الدبالج البنات، عندي في النبالات. صافي الله يعطيكم الخير. ها كاين شي حويجات اللي فنيين، عندي واحد البراسلي ديال الاناصه تبارك الله روعه، غتشوفوهم راه تشوفوا شي حاجه اللي هربانه. الله يعطيك الخير اختي هند، الله يخطيك، الله يسر لينا ويسر لكم جميعا. غادي نطرقوا ان شاء الله في اللايف، غير حاولوا ما امكن على ما يلتحقوا بنا باقي المتتبعين، باش ما هذا باش حتى شي وحده ما تزقل شي حاجه. اليوم راه حويجات جدادين وسلع متنوعه. صافي البنات، واش نحاولوا نبداو اللايف ديالنا ان شاء الله. اللايف راه غتلقاوه في باج فيسبوك كيف العاده، غتلقاوه ان شاء الله حتى في تيك توك. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم اللايف ديال اليوم. نحاولوا نبداو ان شاء الله بهذا السريت لهادي. اليوم كما نقولوا حنايا زدنا واحد الخطوه لقدام، ولا حاولنا نزعمو شي شويه ودرنا اللايف في تيك توك. ما يسير اختي نور الهدى، الله يعطيك الخير اختي، الله يسر لينا ويسر لكم. شحال الجرام من فضلك؟ بالنسبه للجديد اليوم درت لكم 850 درهم للجرام جديد، تنقولوا جديد 850 درهم، وكاين المستعمل 750 درهم. صافي البنات، كاين المستعمل 750 درهم وجديد راه 850 درهم. مرام عليكم السلام ورحمه الله اختي، مرحبا بك الف مرحبا. اختي سعاد جمال عليكم السلام ورحمه الله اختي، مرحبا بك الف مرحبا. شاهد جوهره شحال الجرام من فضلك؟ جديد 850، 850 درهم للجرام بالنسبه للجديد، والتخرم تبارك الله البلدي ماشي 880 ولا 850 درهم. ومرحبا بكم جميعا، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم حتى بالنسبه للناس ديال تيك توك. راه
صافي البلاد، نحاولوا ان شاء الله ننطلقوا في لايف ديالنا. بالنسبه لهاد السريت اللي هادي، هي ديال تخران، هي على سوم 850 درهم، على سوم 850 درهم. تنحييكم جميعا للحضور ديالكم من كلا الطرفين او من كلا الجانبين. بالنسبه للسريت اللي هادي، فيها قياس ديال 6.4، وعندي فيها 6 ديريكت، وعندي 6.5 ديال التخرام البنات. حاجه فنه وزوينه، وراها شوف كي دايره، راه مخرمه ومدوبله من الداخل. واش عندكم خواتم في المستعمل؟ كاين اختي هدى موجود الخير، حويجات فنين ما نمشي فين، راه تشوف شي حويجات اللي واعرين، راه من سبع المستحيلات تلقاهم بالثمن ديال 750 درهم. تنعطيك حاجه نقيه وفنه، ماشي شي حاجه اللي مهلوكه ولا مضروبه ومعوده بالسدور وهذا 750. راه تنقول لك نقيه ونقيه، بلا ما تحتاج كاع تسولي في بلاصه اخرى. 24.18 على سوم 850 درهم، على سوم 850، 20550 درهم على سوم 850 درهم. الاخوه الله يعطيكم الخير، ما عادش نقدر زعما صراحه نقرا لي كومونتير ديال تيك توك وديال هذا. حاولوا الله يسهل عليكم، اللي عنده شي تساؤل راه دوز عندنا الخاص، ومرحبا بها والف مرحبا. صافي البنات، حاولوا نكتبوا عين وامر ديال هذا في التيك توك، كنعتذر منكم. 6.15 هما البنات بالنسبة لسميتو عليه نوامر، هما ايبانجلي بالنسبة للناس ديال تيك توك. صافي البنات، هانتوما نحاولوا ندوزو في ساعة. ها السريت لها كنتمنى تبان لكم مزيان، السلسلة في المستعمل. مرحبا اختي شاهد جوهرة، دوز عندي الخاص ونشوف لك الا بغيتي هذا سلسلة في المستعمل، دوز عندي الخاص ومرحبا. كاينة حتى هادي مخرمة، هي بالنسبة لهذا، هادي مخرمة دبلجات مخرمين، بقاو لي جوج، تبع واحد بقى لي هاد جوج، راهم دوبلي من الداخل، عتاهم على سوم 850 درهم، رغم انهم راهم خفافين خفافين، ماشي شي حاجه اللي هذا يستحق نطيحوا فيها الثمن، اولا نديروا له الثمن ديال الجرامات، ولكن مع ذلك حنا درنا الثمن طايح. صافي البنات، اللي بغاتهم دايرين فيهم 17.14 على سوم 850 درهم. كنتمنى بالنسبه لهذا تبان لكم الصوره مزيان، حتى الا كان شي صوره ما بيناش مزيان ولا هذه كنعتذر منكم. يمشيوا معنا وحده وحده ان شاء الله باش صافي البنات، الله يعطيكم الخير. 17.14 على سوم 850 درهم، ماشي بالموديل، هادو راه التخرام تيمشيو نورمالمون بالموديل. تحية لكم مرتي اختي هدى، عليكم السلام ورحمة الله اختي، مرحبا بك والف مرحبا. مرحبا بالناس ديال تطوان كاملين اللي عمرها دار، خلاص الناس ديالنا، الشمال راهم ديالنا خلاص، هما مخرمين البنات من الداخل. بالنسبة للعبار ديالهم فيهم 6.4، بالنسبة للقياس هنا 6.4. نمشيو البنات فين، حاولوا تعطيونا شوية البارطاج، مشكورين طبعا على العمل ديالكم. وراه بالنسبه لهذا بالنسبه للهميزات موجود الخير، ما مشوفين موجود الخير البنات، ما مشوفين، راه كاين شي حويجات ان شاء الله، راه واخا تدورو كاع المحلات ما تلقاهمش بديك الثمن هذا، الثمن في المستوى اكثر. كاين هذا البنات على السوم، ها هو فين هو، هذا راه هو اللي جينا نشوف، راه بحال جديده انت ديال البراسلي ديال الطروات دي، راه ما تلقاهاش بهاد الثمن. هاد الطروات دي تبارك الله راه معروف، لا داعي للذكر، هذا راه مستعمل ومازال نقي، الضربه ما فيهش. هانتوما الشبكه ديالو، هانتوما وحده وحده ها الشبكه ديالو. كنتمنى الناس ديال تيك توك تاهما يكونوا كيبان لهم هادشي. هانتوما الله يعطيكم الخير، كنشكركم بزاف على العمل ديالكم. نمشيو فينا البنات الله يسهل عليكم، حاولوا اللي بغات شي حاجه تكون سباقه ليها. هذا راه ديال الطروات دي، الا مشيتي للمحل تاخديه بالموديل. يعطيك الخير اختي ام جابر، هلي خطيك دائما تبارك الله كدعمنا بالتوجيهات ديالك. قولي لنا شحال دايرين دوك البراسليات. مرحبا اختي سعيده، يخليك تشوفي شي حويجات اللي فنين، غنوريك شي براسليات اللي كاع واخا تدوري المغرب كامل ما تلقاوش بهذا الثمن هذا، ونقيين ديال بصح. 7.51 على سوم 760 درهم، هذا على سوم 760 درهم،
هذا على سوم 760 درهم، ولكن راه تبارك الله نقي وبالضامن 760 درهم. هذا عندك تنسالي، انا اللي صيفط ليك ميساج واتساب مرتي. مرحبا اختي هدى، هي وصلتي على شي خاتم كنظن وقيله، الله اعلم اللي كان عاقل ينفعني مع داخل. راني قيد الطلب ديالك، ولكن راه بزاف اللي طلبوا لي اليوم حويجات من تطوان. عقلت لي خاص قلتي لي انا راه اللي كنكون معك في اللايف من مرتي. لويزا اختي سهام، بالنسبه للويز دابا راه تيدير شي 110 ولا بحال هكا ديال الفروج 110. ديكو عليكم السلام ورحمه الله خويا ولا اختي، الله يسخر لينا ويسخر لكم. على سوم 760 درهم براسلين نقي. شوف تبارك الله هنا هاد الدوره ديالو راه مدوبله، الضربه ما فيهاش، عرفتي خديشات صغاري ما فيهاش. انت اللي بغات تاكد دوز عندي الخاص ونصور لنا فيديو تاكد من الكلام اللي تنقولها، ما عرفتش نبالغ ولا نزيد في هذا. صافي البنات يلا الله يعطيكم الخير، شي شويه نتاع البارطاج، كنتمنى يكون تيبان لكم هادشي مزيان. يلا البنات الله يعطيكم الخير، مزيدا من البارطاج. راه حاجه فنه تبارك الله، هادو راه تلقاوها مع الموديل، ما انتم من الحاجه اللي مستعمله اغلبيه تلقاها مثلا في الطروات دي مهرسه له شي شبكه ولا. ها انتم شوفوا تبارك الله كي داير الطابع ديالو، هو الداخل ها الطابع ديالو خارج حتى لهنا، ها هو راه بطراسي هنا. صافي هذا الطروات دي تبارك الله، لا داعي انكم تصوروا على الطابع ولا، راه معروف. نراتكم مرحبا اختي هدى، ايه عقل دابا نيت عقلتيني، كنشكرك بزاف، قلتي لي يمكن وقيله 8 بحال هكا 7. مرحبا 751 على سوم 770 درهم، اللي بغاتو مرحبا بها و1000 مرحبا. سيبلك لي خاتم عصير الصابون اختي دنيا، خاتم ديال عصير الصابون تلقاي. الا بغيتي شي حاجه اختي زوينه اللي تصبر لك ديري على اساس 2500 درهم 2600 درهم، باش ماشي نقول لك شي حاجه هي ما صالحاش ونقول لك صالحه. بغيتي حاجه ديال عصير الصابون تيخصها يكون حاجه زوينه. صافي اختي اخوان والاخوات اللي تيصونوا عليا كنعتذر منكم، راه ما لقيتش نجاوبكم، حاولوا تصبروا شي شويه ملي نسالي ان شاء الله، وحنا معكم ما كاينش اشكال، راه تنجاوبكم حتى في نص الليل ما عندناش مشكل. كاين هادو البنات على السوم 850 درهم ديال الدقليبره، براسليات ديال الدقليبره فنيين تبارك الله وزوينين. كنتمنى الناس ديال تيك توك تاعهم يشوفوا معنا حقهم ولا يبان لهم الصوره مزيان. انتم البنات هادو راهم صفر ماشي حمر، انتم البنات حاجه فنه وزوينه. هادو راهم جدادين، هادو راهم جدادين على سوم 850 درهم، هادو راهم جداد على سوم 850 درهم، على سوم 850 درهم. صافي البنات على سوم 850 درهم. هذا الميزان ديالهم 23.16، ولينا الثمن بالدرهم. انا ما فهمتش ديك الطريقه اللي كتقول الطريقه اللي كتقول، يعني الثمن يعني خصني نقول لك بالدرهم، راه تقول اختي بالدرهم، اختي سعيده راه بالدرهم 28200، 28200 درهم، راه تنقول بالدرهم اختي سعيده، راه تنقول لك بالدرهم. الا بغيتي واش بغيتي بالريال قول لي، نقول لك بالريال. المهم الا ما فهمتيش شي حاجه حاول تواصل معايا بالخاص، وديك الساعات مرحبا و1000 مرحبا اختي. صافي الا ما فهمتيش شي حاجه هي تواصل معايا في الخاص وما كاينش اشكال، راه نعطيك الوقت الكافي ديالك اختي. سيمون صابيت نورميت خريشات لا اختي. الاخت اللي سولتني على الكورميطه خريشات، عندي اختي السناسل ديال العنق خريشات، الا صبرتي ان شاء الله ولا دوز عندي الخاص في هذه الايام ممكن يجي عندي واحد الموديل السلعه يدير الكورميطه ديال الخريشات، ممكن نشد لك شي وحدين ولا في الوقت اللي كيكون معايا هو نصور لك لي موديل واختاري انت اللي بغيتي ونشد لك هذا. صافي هادو عندي الخاص ونديرو لها تخريجه ان شاء الله. 33.16 على سوم 850 درهم، 850 يعني 17 ريال الغرام، 17 ريال الغرام ديال الدقليبره تيجيو تبارك الله مدوبلي من الداخل. ها نتوما راهم مدوبلي يعني مغلفين من الداخل، حاجه صحيحه وعمليه. ها نتوما شوفوا تبارك الله راه قاصحين، هادو راه جدادين، اللي بغاتهم تواصل معايا في الخاص ومرحبا. بالنسبه للقياس ديالهم راه فيهم شي 6 سنتيم، العبار ديالهم 6 سنتيم، مع فيك خاتم عصير الصابون فيه 2500 درهم، واش الثمن مزيان واخا ولا غلى عليه؟ واخا مرحبا.
تمن زين اختي، زوين اختي ام جابر، تمن زوين 850 درهم تقريبا، راه مزيان تمن واعر. صافي مرحبا اختي ام جابر، مرحبا بك، الف مرحبا. اللي عندها شي تساؤل مرحب بها، والف مرحبا، ما عندناش اشكال نجاوبها. اما تذكرناش الاسماء، الله يعطيكم الخير، الله يرحم الوالدين، اما تذكرناش الاسم ديال شي ذهبي ولا هادي، باش نبقاو هذا نجاوبوا الناس بكل هذا. ومرحبا، عندناش اشكال. 9300 درهم، 9300 درهم، ها هو 9300 درهم ديال دقليبرا البنات، حاجه فنه وزوينه. ها انتم اونصومبل ديال دقليبرا، حاجه زوينه بزاف كاع. شوفوا الخدمه ديالو 9300 درهم. ها الثمن اللي عطيكم الخير، ها هو الثمن عندي هنايا، ها هو الثمن ديالو مكتوب ليه في البواطه، راه السلسله ديال الحصيره. لا مرحبا اختي ام جابر، ما كاينش اشكال، ما قلناش حاجه دلعيب. مرحبا اختي سعاد، غادي نقول لك القطر ديالهم، وقيلا فيهم شي 6 سنتيم، هادو 6 سنتيم اللي فيهم. صافي البنات، 9300 درهم ها هو الثمن ديالهم، 9300 درهم. ها ها سميتو عليه، ها لونسومبل، حاجه زينه ديال دقليبره. صافي البنات، حاجه زوينه وقاصحه وعمليه بالنسبه للحلقات، راهم كبار الناس اللي عيسولوا الحلقات، راهم كبارين، حتى الخاتم تا هو زوين، والتعليقه راه كبيره. السلسله ديال براسلي لويزا مخرم اختي نورا، اختي بالنسبه للبراسليات ديال لويزا مخرمه، اولا البراسليات ديال المخرمين ديال لويزا، حاول دوز عندي الخاص اختي واقترح لك لي موديل، اعطيني عشي 3 ايام 4 ايام يكون حاضرين عندي ان شاء الله. صافي اختي دابا ما عنديش اختي، وتقول لي حتى واش بغيتي باللويزا ديال 18 ولا ديال واحد ولا ديال 21، باش ماشي نجيبوك ونختلفوا انا وياك. كاين دابا اللي تبغيه ديال 21 تيكون زايد بزاف، وديال 18 راه تيكون رخيص. دوز عندي الخاص ونتفاهموا انا وياك على النوع ديال اللويزا اللي ندير لك فيه. ومرحبا اختي ويا، واش مليون تجيب لي عصير الصابون شحال يكون فيه من غرام؟ اختي سلوى، بالنسبه لعصير الصابون ديال مليون ما ننصحكش به، واخا ولو لقيتيه ما عاد لقيتيه في المستعمل، ولكن تيكون رقيق بزاف اختي، باش نكون معك واضح. يكون في هذيك 13 غرام 13 وشي شويه، راه ما خدملكش حتى 14 كاع. حاول عصير الصابون يكون اختي على الاقل بعدا يكون فيه ديك 18 غرام 19 20 بحال هكذا، باش تدي دويريش زوين، اولا دي سلسله هوني راسك من التالي، دي شي سلسله تكون زوينه حضاريه، ولا شي جوج براسليات، عفوا براسلي كاع، ما حتى جوج براسلي ما يجيبونك، يعني براسلي ولا شي نباله تكون زوينه وعاطيه للعين، وتبقى لك القضيه زوينه ورخيصه. اما بالنسبه للعصير الصابون هو راه زوين، ما نقولكش ماشي زوين، بالنسبه للدبليج ديال عصير الصابون مليون راه شي حاجه رقيقه، تكون الورقه ديالو رقيقه وكيتعوج لك. انتما هذا ديال التخرم البنات، هذا القياس ديالو 6 سنتيم، هذا راه فيه، لا عندي فيه 6 سنتيم، عندي فيه 6 سنتيم، هذا وقيلا كثر شي شويه. الضربات ديالو عفوا 6.4، وكاين ديال 6 سنتيم، اللي بغات ديال 6 سنتيم راه كاين، اللي بغات 6 سنتيم في هاد الدبيليج هذا ديال التخرم راه كاين. صافي البنات، يلا انا حاولت نزوم لكم على هذا. اختي لبنى عليكم السلام ورحمه الله، اختي مرحبا بك والف مرحبا، تحياتي لك. وانتم البنات هذا راه ديال التخرم بلدي، كيعجب هذا الشكل هذا مدوبل. اللي بغات تتواصل معاه في الخاص هذا على سوم 850 درهم، على سوم 850 درهم الثمن ديالو. صافي البنات نمشيو فيه، راه مازال ما يتشاف، كاين الحويجات اللي فين تخزنوا فلوسكم، نمشيو فيه. ها هما بالنسبه للهميزات اللي قلت لكم عليهم، انا ديال الاناناسه شوف تبارك الله فيهم 5 دلويات، فيهم جوج وجوج 4 5. ها انتم البنات والله الا نقي تبارك الله، انتم شوفوا انا ندور لكم بالدوره ديالو، وشوف واش فيهم شي ضربه ولا شي تعبيجه ولا شي خبزه ولا شي حاجه. ها انت ما مخبوزين ما معبجين ما مضروبين، وتيجيو كلهم مغلفين، هادو راه بامكاني نغسلهم. ها انتم راه السيده مسكينه والله العظيم لا تنحلف عليها، لا على الظروف الصحيه باش بعتهم. ها انتم نقول لكم وتنعاودها، راه ماشي زعما تنبالغ، راه السيده الظروف الصحيه قاهره اللي خلاتها تبيعهم.
اختي مارين نور في القيصرية اختي. بالنسبة للمحل ديالنا كيتواجد في القيصرية لأنفاس المركز الثقافي، القيصرية لأنفاس المركز الثقافي. خديت 1 مليون 10 ريال، فيه 13 جرام صحيح، ولكن صغير في الدورة. يعني الدورة صغيرة، داكشي علاش اختي أم جابر. إلا كانت الدورة صغيرة من تكون 5.9، ماشي هي مثلا 6.6. إلا 6.6 راه تيتلوط، يبقى في ما قستيه يعوج لك، في ما قستيه. وتتكون الورقة ديالو رقيقة باش تكون على بال، تتكون الورقة رقيقة بحال عصير الصابون اللي وردتكم النوبة اللي فاتت في اللايف، كان مهرس. هذيك راه الورقة ديالو رقيقة، داكشي علاش هي قاصدو السيد ويطرطق. ما وضحاش. مرحبا اختي، كنظن وقيله دابا راه مزيان. وقيله اختي رازان، وانت دابا نطلب الله تكون مزيان. حتى الا ما باتلكش اختي عطيني على السكرين، وريني على الدليل ديال الحاجه او الاماره ديال الحاجه، وهناك الله وانا نمشي ليها ديريكت وتندير لها هذا فيديو وتشوفيها ان شاء الله فراحتك، ما كاينش اشكال. صافي البنات، مرحبا باختي سعيده، راه اللي خطيك. كنشكرك اختي بزاف. كنتمنى تكون تتبان لكم مزيان. امين يا ربي اختي هلا. طلبوا الشفاء للجميع، سواء اللي باعنا وسواء اللي ما باعناش، الشفاء نطلبوه للجميع. تيجي تبارك الله كله مدوبلي من الداخل ديالهم، هانتوما فنين تبارك الله. بالنسبه للثمن ديالهم على السوم 750 درهم، 15 ريال الجرام. هانتوما فنين تبارك الله، هانتوما نقرب لكم تصويره وتشوفوا كي دايرين. هانت الضربه ما فيهمش 20.13 على سوم 750 درهم، 15100 درهم، 15100 درهم. بالنسبة لهادو اللي مشيت تاخديهم في جديد راه 2000 درهم بعد، راه طيحة فيهم 2000 درهم، طيحة فيهم بالتأكيد. سير سول هالميزان، سول لهاد الميزان هذا وسمعي الثمن اللي يقولولك. صافي البنات. توريا والله اختي ما عندي، عندي واحد ولكن مضروب واحد الضربة صعيب شوية الإصلاح ديالو. عندي واحد هميزات ولكن راه ما يليقلكش باش ما نكذبش عليك، يعني كون كان الإصلاح راه ساهل الإصلاح ديالو نصلحو. اختي احلى من الورده اللي نحن عليكم الصراحه اختي. مرحبا بك والف مرحبا، تنحييك اولا على الحضور ديالك وتنحيي الناس ديال خنيفرة جميعا. وكنتمنى ان شاء الله الخاتم اللي وصلك يعجبك ويدخل عليك بالصحه والسلام. 20.13 على سوم 750 درهم. بالنسبه للعبار ديالهم 6.6، القطر ديالهم 6.6، راه ديال الاناناسه 5 ديال اللويات. وفنين تبارك الله، شوفوا هاد العشه ديالهم ما فيهم حتى شي تخبيزه ولا شي تعبيجه ولا فنين تبارك الله. انت والله نغسلهم نحطهم في فيترينا نبيعهم على اساس جدادي. حاول. مرحبا اختي رازان، دابا هادشي الهميزات تيخصني نتعطل باش الناس يشوفوا الامور مزيان. صافي البنات، هاهم فين هما ثلاثه البراسليات زوينين بزاف، انتوما حاجه زينه وفنه تبارك الله على سوم 750 درهم، المقياس ديالهم 6.6، كاين هادو ديال العظم حتى هما. ها هما ديال العظام البنات، حاجة زينة تبارك الله. ها هما ديال العظام على سوم 850 درهم، 850 درهم. أول واحد نشوف داير. الله يعطيك الخير أختي إيمان موحي، محي الدين، تنحييك أختي ومرحبا بك وألف مرحبا. كان مرحبا أختي أم جابر، نحاول نزرب ممكن نزرب شوية. مرحبا مرحبا أختي فاطينة، مرحبا، نحاول نزرب كما قلتو لها، قلتولي نزرب نزرب. الا اجتمعتو على فكرة وحدة انني نزرب صافي، حاول نزرب. هادو فيهم 26 غرام، هاهما فيهم 26 غرام على سوم 850، طبعا 22100 درهم، 22100 درهم، جوج المليون و42 ديال العظام. حاجة فنة ومدوبلة، هانتوما حاجة واعرة تبارك الله على سوم 850 درهم، ماشي بالموديل هي بالغرام اللي بغاتهم. حاول دوز عندي الخاص تواصل معاي، دعطينا هذا القطر ديالها وتعطينا السميه والكنيه والمعلومات ديالها الكامله مع النمره التليفون، وان شاء الله نصيفطوهم لا حتى للمدينه فين كاينه وتخلصيهم للسيد اللي عجبهم لك. حنا كنتعاملوا طبعا مع البريد. صافي البنات، ديال العظم راكم عارفين برسيل العظم تبارك الله، لا داعي هذا نوضح هذا الحاله ديالهم. تيكونوا زينين تيكون تبارك الله عمليين. كاين هادو ديال التخران حتى هما تبارك الله فنين على سوم 850 درهم. اختي احلام الورده الله يعطيك الخير، سمحي لي بزاف غادي نجاوب. وقيلا لا جاوبتك الله اعلم، ولا ما عرفتش والله ما عرفتش واش جاوبتك ولا لا. شي وحده سولتني على المبروم في التالي ديال الدقيقه 90 باش نبدا نجمع السلعه ديال اللايف، عين هذا وعن جاوبك اختي حنان. صافي هاهم فين هما،
ديال تخرام، حاجة زوينة تبارك الله، بلدية، كيجيو مدوبلي من الداخل، هادو راه مدوبلي من الداخل. اللي بغاتهم تواصل معاك في الخاص. بالنسبة للقطر ديالهم كيمشي 6.3 6.2، القطر ديالهم كبير، هانتوما البنات القياس ديالهم قياس كبير. كاين عليك دير اللايف غير ديال السلعة واللايف الآخر غير باش. مرحبا اختي أم جابير، دابا واش واضحة؟ كنظن واقيلا راه مزيان، واقيلا راه مزيان. حاول اختي دير لي على السكرين اختي أم معاد، وندوز عندك الخاص، وراه ان شاء الله هذا تنصور فيديو وتنعطيه للكليان ديالنا. صافي يسرى، الله يعطيك الخير اختي، مرحبا بك والف مرحبا. صافي البنات هادو ديال التخرام اللي بغاتهم على سوم 850 درهم، ما قلتلكمش بالمواضيع عيب الجرام. حاولوا الله يعطيكم الخير، اللي بغات شي حاجه انتهز الفرصه، راه هادشي ما راسيش، ممكن في اي لحظه يتغير الثمن وتغير كلش. ها هما ديال الطروات دي، ثلاثة البراسليات نتاع الطروات دي، حاجة زينة تبارك الله. الجناب كي كتشوفوهم تيجيو هكا مفينين، بمعنى أن الجناب ديالهم ما كيتهرسوش، خدمة زوينة. بالنسبة للميزان 22.06 على سوم 850 تاهما. صافي البنات 850 جاتهم 18750، 18750. بالنسبة للقطر ديالهم هانتوما البنات، القطر ديالهم 5.9 5.8 5.9 5.8. مرحبا اختي سناء، كنعتذر منك ما عرفتش علاش سولتيني. هانا اختي معك مرحبا، حاولي تعاودي ليا الميساج اولا السؤال ديالك، وانا راه ان شاء الله نعطيك الجواب. عاودي ليا الله يعطيك الخير. ها هما ديال الطروات دي، الشبكه ديال المجموعه وقاصحين، راه ما تيتلوطوش، اللي بغاتو راهم شي حاجه عمليه. اخويا عافاك اختم فيها 3.8، شحال كتجي 3.8 شحال كتجي؟ راه من يعطيك الثمن ديالي اختي، راه ما كيعنيش اننا نطبقوا على اللي عيب عليك، تنعطيك عيد الثمن فهمتيني عيب هذا، ما اللي عيب عليك هو اللي يعرف زعما شحال يقدر يبيع لك. ممكن يقول لك انا واحد الثمن ويقول لك لا ما مسلكنيش كاع، فهمتيني انا عاد نقول لك عيد الثمن عين من وجهه نظر ديالي شحال. صافي اختي الله يعطيك الخير، اش ماشي هذا ولد هذا هاد الثمن اللي قال لي الذهبي ولا اختي؟ ممكن الذهب بسميتو 3300 درهم بحال هكا، 3300 درهم، ممكن الذهب قل وممكن الذهب بكثر على حسب الذهبي ولا السيد اللي انت تفاهمتي معاه. صافي ممكن هو مثلا محتاج الفلوس، عنده التزامات خصو يفك الامور ديالو، ممكن يخلي لك بقل من 3300. ممكن عطيني اللي مثلا موقفش على فلوس غادي يخليها، يقول لك انا خلاه ما خلف الفيترينه ديالي ولا نسلكو باش ما طل. اختي سعيده، عليكم السلام ورحمه الله اختي، مرحبا بك والف مرحبا. بالنسبه اختي للذهب في هذه الايام راه مستقر، ما كاين زعما شي زياده ولا شي نقصان يعني اللي نقول لك هذا، ولاني ما تعرف يعني، واخا هذا الاستقرار دائما تيكون تبعو الزياده والله اعلم. تنقول لك انا عاد التفسير ديالي، والتفسير ديالي بقى محدود بهذا بيا انا، ماشي نقول لك شي حاجه اللي نشريها ولا تقول كاين واحد دايبي في ميدل تراه تيقول ويقول، لا تنقول لك التوقعات والله اعلم. صافي كاين هادو حتى هما، كاين هاد النباله ديال حريم السلطان، حجره خضراء فيها الطروات دي طبعا، حاجه عصريه وبلديه في نفس الوقت. الميزان ديالها 13 12 10100 درهم، 10100 درهم الثمن ديال هاد النباله، راه حاجه زينه وفنه تبارك الله. الثمن ديالها 770 درهم، 770 درهم وجديده، راه ماشي مستعمله الله يعطيكم الخير، راها جديده. تنقول لكم تنأكد عليها، تنحاول نقاد الصوره بالنسبه للناس ديال تيك توك. خاتم بلدي في المستعمل. ياسمين مرحبا اختي والف مرحبا، مرحبا اختي سلمى، مرحبا بك والف مرحبا، ما كاينش اشكال. السلام عليكم اخ موسى، الله يعطيك الخير اختي زهور، خالص راه اللي خطيك. اسمح لينا نسولك تاني، عندي خاتم سامبل برون البيع فيه 4.7 700، وممكن يوصل لك حتى 710 درهم الى حاجه زينه، وهذا ممكن يعطيك حتى 710 درهم. صافي اختي ام جابير، انت كتحاول تستنبط منا المعلومات، وليني تستاهل كل خير. انتم تبارك الله عليكم، ما تدخلوش علينا باللي كومونتير زوينين والبارطاج ولي جيم، حتى انا الحاجه اللي نعرفها ما نبخلش عليكم بها.
13 12 على سوم 770 درهم جدادين. هادو راه ماشي مستعملين، هادو راه جداد على سوم 770 درهم. ها الثمن تبارك الله طايح نيت، كيف كيقولوا الناس الذهب طاح صافي. هاي ديال حريم السلطان بالجرام ماشي بالموديل على سوم 770 درهم، 770 15 و400 للناس اللي تيهضروا بالريال، 15 و400 13 12 10100 درهم، 10100 درهم ديال حريم السلطان. فيها الطروات دي حجيرة خضراء ملكية وزينة تبارك الله، اللي بغاتها تواصل معايا في الخاص ومرحبا. القطر ديالها 5.8 براسلية يا أخي، كاس نتاع براسليات من فضلك. مرحبا مرحبا أختي، مرحبا أختي أم يوسف. 5.8 بالنسبة لهاد، 5.8 راهم على سوم 770 درهم، 15 و400 للناس اللي تطلبوا مني سميتو على بالريال. القطره اختي تنعطي القطره، اي ما يصلحش نعطي كلش، حيت الا بغيت نعطي القطر هذا البراسليت كاملين غادي يكون اللايف شي شويه طويل عليكم، هادشي علاش ما بغيناش نبقاو نشدينكم على شي حاجه سهله وبسيطه. حاول دوز عندي الخاص اللي فلتت لها شي حاجه ما شافتش القطره ديالها ولا الصوره ديالها بوضوح، عيط تواصل معايا في الخاص مرحبا. كاين هذا الكلو، هذا سامبل كلو، سامبل حاجه زوينه تبارك الله، 5800 درهم، 5800 اللي هي 116 ريال بالنسبه للناس اللي تيعرفوا بالريال، 116 ريال. مرحبا اختي ام جابير، 116 ريال براسلي ديال الكلو، حاجه زوينه فنه تبارك الله. هانتوما ديال الكلو، اللي بغات البراسلي الخاتم ديالو كاين صافي البنات، اللي بغات الخاتم ديالو راه كاين. الناس ديال تيك توك راه ما يصلحش نقرا لي كومونتير ديالكم، اللي عندها شي ملاحظه ولا تحاول دوز عندي النمره راه ايبانكليتها في سميتو عليه عندكم ومرحبا. حتى بالنسبه للناس اللي بغاو يدوزوا على الباج ديالنا، باج فيسبوك مجوهره السكينه ميدلت، تطلع عندكم في الروشيرش صافي البنات. كاين هاد البراسليات بلديين حتى هما مخرمين، الذهب ديالهم بلدي هانتوما البنات، بلدي بالكارونتي يعني بالضامن. شوف تبارك الله راهم حمرين بلديين، والسامبل ما فيهمش النقش، هادو تيجيو على شكل هذا السامبل، حاجه فنه تبارك الله. هما تاهما على سوم 850، 21.93، 21.93 على سوم 850 درهم، 850 حسبوا راسكم ما فينا هما. واعني تبارك الله هانتوما البنات، حاجه فنه وزوينه. اختي اسماء مرحبا بك. بالنسبه للجرام ها فينا هو الطابعه ديالو، ها الطابعه ديالو تبارك الله راه باين وعاطر العين، راه تيكو عاد بدا الطابعه لداخل. ها هي فين هي، ها الطابعه راه محفور لداخلها، وفين كاين دابا ظفري تما راه كاين الطابعه هنا وكاين الطابعه هنا صافي البنات. ما عندها شي تساؤل مرحبا بها، واش ذهب؟ طبعا يكون ذهب، شحال يكون؟ غالي الهبطي اذا ما كانش ذهب شحال يكون؟ تتشوف اثمنه من الملايين الفوق تقول لي واش ذهب، اش بغا يكون نحاس؟ معطيك بركه. مرحبا مرحبا اختي، مرحبا اختي فاطمه، هي خليك معايا المهم هادشي راه تمنت ما عندنا ما نديرو. 18650 يعطيكم الخير. اللي عاد دخلت وعندها شي تساؤل ماشي هو هذاك، حاول تسول بواحد المنطق اللي تقبلو العقل البشري، ما بقاش تسولش اسئله اللي هي غير مألوفة، سوى لا ما عرفاش فعلا ولا حسن نية الله يسامح دنيا واخره ما كاينش اشكال. شحال الثمن ديال مرحبا؟ ها الثمن ديالهم 18650، 18650، 18650 البنات، 21.23 على سوم 850 درهم، 17 ريال. راهم تبارك الله مخرمين بلديين، حاجه زينه وفنه تبارك الله. يا البلدي ها انتم البنات، الناس اللي ما بغاوش البلدي مرحبا. في اسماء شنو سولتيني؟ ما عرفتش سولتيني، الله يعطيك الخير. اسماء شحال الجرام؟ لا تنقول الجرام اختي اسماء، اختي اسماء اي حاجه تنقول لك الجرامات ديالها وتنقول لك 850 درهم. كاين اي حاولي تصنتي معايا مزيان، اولا حاولي تعاودي اللايف، اولا دوزي عندي الخاص ونقول لك كل حاجه الثمن ديالها الجرامات ديالها بشحال محسوبه. الثمن ديالهم تنقول اختي ام غالي
نعطيك الخير، قلت لك الثمن كل حاجة، هاي ها الثمن ديالها مكتوب هنا. سميتو 14.01 على سوم 770، 10787، 10787. صافي البنات، 10787 اللي بغاتهم دوز على ديال الخاص. ها هو نبالة فنة تبارك الله جديدة، الخدمة ديالها واعرة، شوف تبارك الله ها الطابع ديالها، وهذا هو الطابع اللي فيها الداخل، ماشي الضربة. كاين اللي تقول لك علاش مضروبة ولا، راه الطابع هذاك ماشي مضروبة. مرحبا بك اختي اسماء، مرحبا بك، مكاينش اشكال. واه الدابة راه طالع، اصلا راه طالع. واه كنشكر اختي ام جابيل اللي خطيك. هانتوما نبالة فنة تبارك الله، بالنسبة للقطر ديالها 5.6، القطر ديالها 5.6. الناس اللي تيبغيو الطريقة د العبار هي هادي، حاولوا تخليوها عندكم الله يسهل عليكم، طريقة بسيطة وسهلة. 5.7، 5.7 بالنسبة للناس اللي عايزين على القطر ديال هادي 5.7. نمشيو فين راه مازال ما يتشاف، كاين حويجات اللي صراحة فني اليوم، راني حاسس براسي كثرت السلعة ولاني ما عندنا ما نديرو. 11700 درهم، دبيلج زويون تبارك الله، تيجي بهاد الحاشيات هادو فني تبارك الله، خدمة روعة. البلدي هذا تبارك الله، البلدي راه معروف خرم، حاجة فنة وزوينة عملية. يلا البنات الله يعطيكم الخير، 11700 درهم، 11700 درهم، 11700 درهم، 1,034,000 ريال، حاجة فنة. بالنسبة للقطر ديالو قطر صغير، الناس اللي عندهم مكياج صغير، هذا راه فيه 6.2، هانتوما 6.2، 6.1، حاجة زوينة تبارك الله. هانتوما البنات شوفوا الزواقة كي دايرة، 6.1، 6.2 العبار ديالو. صافي البنات كنتمنى يبان لكم مزيان. كاين هاد الخويط هذا مفتول، اختي حنان الله يعطيك الخير، كنتمنى تكوني مازال معنا في اللايف وتشوفي فيه دابا على المباشر. هاو فين هو مفتول، راه سمح لي بزاف يمكن وقيلا ما جاوبتكش، وكنعتذر منك. النهار اللي تيكون عندي اللايف تنكون شي شويه مضغوط. 8.62 على سوم، ها واحد الثمن واعر تا هو، شوف تبارك الله قاصح قاصح الثمن تا هو، ماشي في المتناول، على سوم 750 درهم، 750 درهم بحال هادو تنشدهم تقريبا 720 درهم تقريبا هادو. وشوف راه ما زدت فيهم حتى شي حاجة، عوض ما ندير 760 ولا 765، هاهما على 750 درهم. القطر ديالو فيه 6.3، العبار ديالو فيه تقريبا 6.3، هانتوما 6.3، 6.4، دبيل الزويون 6.3، 6.4. صافي البنات 6.3، 6.4، دبيلج مفتول، حاجة فنة تبارك الله. اللي عندها سريت لو تكمل خويات ديالها، وفين هو راه الثمن واعر، راه نقول لكم هذا راه كان عليها الأقل، بعد ندوزو بسميتو على 765 على الأقل، بعد إلى ما إلى أضعف الإيمان. وريني لا راه قلت لكم تشري حاجة بواحد الثمن ناقص، راه تنزيد واحد البركة قليلة، راه ممكن شي واحد آخر ما يقنعش بهذا الثمن اللي باش ندوزو دابا. مرحبا أختي أنت، اسمح لي، مرحبا أختي حنان الله لي خطيك، الله يرحم والدين اختي سعاد الله يعطيك الخير. بالنسبه للقطر ديالو قلت لكم 6.3، 6.4، اللي بغاتو تواصل معايا في الخاص ومرحبا بها والف مرحبا. كنتمنى يبان لكم الصوره مزيان، هذا راه المفتول اللي بغاتو، فين هو المفتول اختي عائشه؟ ممكن تنقص اختي، واه تتنقصوا هادو المفتولين تتنقصوا عادي، تيتنقص اختي هادو، اي واحد ينقصهم لك هادو، ماشي بالضروري خصو صناعي ولا اي واحد يدير الاصلاح ديال الذهب راه ينقصو لك، اولا حتى الا عجبك وهذا ودزت عندي الخاص ونشوف لك المدن اللي ممكن نعرف من الاصدقاء ديالي اللي تيعرفوا في هذا الشيء ديال النقيص وهذا، ونقصدك عندهم. مثلا كنتي مثلا في تنغير اولا كنتي في الريصاني ولا في الرشيديه، في فورزا في عندنا واحد ورزازات، ارفود، مكناس، فاس طبعا،
فهمتي اللي كان في هذه البلاصه هذه وبغات تبقى شي حاجه ولا ممكن تواصل معايا ونشوف لك الناس اللي عارفين هذا الشيء. مرحبا اختي ام جابر، مرحبا بك والف مرحبا، هذا واجب ماشي شي حاجه اللي نخلصوا عليها الفلوس. 19.75، 19.75 على سوم طبعا 850 درهم، 850 درهم، 850 درهم، وراهم جداد. 16790 درهم، 16790 درهم. شوف لينا اخوان. مرحبا اختي فاطمه، خليك معايا الله يعطيك الخير، امشي معايا وحده وحده، راه ما كرهتش ندوز داك الشيء في دقه وحده، ولاني انا براسي ما كرهتش دابا نسالي اللايف، حتى باش دوقاف ودير اللايف راه ماشي ساهل حتى هو. عاونينا بشويه الصبر لي يعطيك الخير. في المستعمل اختي ياسمين، الخواتم البلديين في المستعمل والو اختي راه قلال قلال، راه خواتم بلديين مستعملين تيجونا مهرسين باش نكون على برا، ماشي نقولك ما كاينش كاع، راه تيجونا ولين مهرسين. مرحبا، نحاول نوع عليكم اختي فاطمه، راه تنوع على هذا الشيء كامل، ما بالك شي فيه التنوع، راه دوسكم كلشي، دوسكم جميع الانواع، دقليب راه العظم، التخرام، حارم السلطان، اناناسا، دبالج، براسليات، راه هادشي كامل ما بالكمش فيه التنوع. مرحبا اختي ام جابر، مرحبا بك، لا عندك شي اصلاح تما يفتين غير سول الاخ عبد الغني، راه تبارك الله تا هو حريفي وعندو ما يتقال. عبد الغني راه معروف في تينغير، اي ذهبي قصديه وقلت له تينغير، عبد الغني راه معروف وتبارك الله خدمته نقيه وزوينه وانسان معقول وطيب. الله يعطيك الخير اختي ام جابير، مرحبا بك والف مرحبا، شي اصلاح شي حاجه نقيص انا تنقول لك حاول تواصلي مع الاخ عبد الغني، راه زوين تبارك الله عليه، الخدمه ديالو متقونه والثقه من الفوق. 14.04 حاجه فنه تبارك الله ديال التخرم، هانتوما شوفوا. واخا مرحبا اختي فيس، مرحبا مرحبا، يا خلي نمشي وحده وحده باش من لا 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 ما كاش اختي ياسمين حاشا، لا لا عيه هضرتي وكا، شوفي كاع ما مدي عليا هضرتي انا اصلا وكا، بالعكس ما علاش ما قلتيش حاجه دلعيب باش نكع عليك، ما قلتي على الصواب صافي. بالنسبه للقياس ديالو 6.3، هنا العبار ديالو 6.3، بدات تعطيكم الخير، غير صبروا معنا شي شويه حتى اللي عندها شي شغل ولادي وعندها شي حاجه ضروريه ممكن صافي تمشي هذا اللايف راه يبقى اورجستري في لاباج. عندها شي سؤال دوز عندي الخاص ما كاينش اشكال. 13.40 على سوم 850 درهم ديال الاسكا، يعني الساقين 750 هاي مطبوعه، راه ما كرهتش ندوز السلعه في البلاصه، يعني نجمعها كامله وندوزها، وليني راه الله يعطيكم الخير تمشي وحده وحده حيت هادو راه بالجرام باش حتى الناس يسمعوا الكلام اش كنقول. اختي سعاد جمال الله يعطيك الخير، مرحبا بك والف مرحبا، مرحبا بالناس ديال الجهه الشرقيه، الناس ديال بركان. ب 13.40 على سوم 850 درهم جديد، هذا ماشي مستعمل ديال فانكليف، راكم عارفين الفانكليف تيكون قاصح والخدمه ديال الساقيم راكم عارفين الخدمه كي كتكون، راه النقا تبارك الله حاجه عمليه وزوينه، فيها الطابع ديال 750 والساقيم من الفوق، انت نقول لكم الساقيم تنهضروا على الخدمه ديال الشركه صافي الناس، تنعيبوا السلعه حتى ديال شي واحد، ولكن راه الشركه عاوتاني تكون تقول الخدمة الشركة في جميع المجالات تلقى عندهم الفينيسيون هما خدمة زوينة. صورة ما واضحاش اليوم كاين شي مشكل اختي ام جابر، خلاص تيكون لايف زوين ملي تيبقاو يتصلوا بيا تيوقع شي مشكل في هذا وتتضبط الصورة. نحاولوا نعطيكم الخير، راه اللايف كاين حتى في التيك توك، اللي الناس اللي حاضرين معنا في التيك توك يحاولوا يديروا سكرين، راه تبان الصورة وقيلة مزيان واضحة، الناس اللي في هذا باش فيسبوك اي وريوني على الصوره اي الشكل اللي شافوا، وراه تندير لكم فيديو تشوفوه احسن من اللايف. 10500 درهم بالنسبه للثمن ديالو، 10500 درهم. يلا البنات يعطيكم الخير، الا عجبتها شي حاجه
دوز عندي الخاص تواصل معايا ومرحبا والف مرحبا. صافي البنات، براسلي ديال ميسيكا، كاين الخاتم ديالو اللي بغات الخاتم ديالو، ولا عندها شي سؤال مرحبا بيها والف مرحبا. ها الخواتم، بالنسبه للناس اللي سولوني على الخاتم، ها هو خاتم ديال الخرم، عندي بزاف ديال الشكلات ديال الخواتم، راه بدون افتخار كاين اشكال كثيره ديال الخواتم، يكفيكم دوزو عندي الخاص ومرحبا. ها انتما 4200 درهم، 4200 درهم. اختي سعاد جمال الله يعطيك الخير، الله يخطيك، كنشكرك وتنعاون شكرك. 4200 درهم، 84، خاتم زوون تبارك الله، عاطي واحد الديكور واعر وشاد في نفس الوقت واحد الاسباس كبيره. بالنسبه للاخت اللي قالت لي على الخواتم، ها فين الخواتم، ها التخرام ديال في الخواتم، الله يعطيك الخير. بالنسبه للتخرام في المستعمل راه قليل بزاف، ممكن تخلي لنا ميساج ولا كانت شي حاجه انت الاولى. 3500 درهم، خاتم بلدي، ها هو شوف تبارك الله كي داير بلدي، ديرو سكري. الله يعطيك الخير اختي سلمى، الله يخطيك. بالنسبه للناس اللي هما مزروبين تنحييكم صراحه، راه ما كرهتش صراحه ندوز في ساعه، ولاني غالب الله الحمد لله. خويا ولا اختي مرحبا بك الف مرحبا، ما وضحاش عافاك، بغيت براسلي ولا دبليج يكون فيه ميزات. مرحبا اختي مرحبا. كاينه نباله في النطبع، جوج نبالات ماشي نباله واحده، جوج، والبراسليه ديال الاناناس، هادو شي حويجات اللي واعرين صراحه، راه ما تلقاهمش حتى في الجديد، راه نمشي للجديد وما تلقاهمش نقيين بحال هكا. كاين هذا ديال الطروادي طبعا، تيجي على شكل وريضه، كيجي مدوبل من الداخل، خويتم زوون، ها هو خويتم واعر، تيجي بهاد الشبيكه من الداخل، الثمن ديالو 3500 درهم، 3500 درهم، ها هو 3500. خاتم ديال الطروادي، هانتوما البنات، ديرو السكري اللي بغاتو ومرحبا. كاين هذا ديال رولكس، ها هو نترحاو نوعيكم، هانتوما البنات، ها ديال رولكس هذا، خويتم زويول لي بغاتو دوز عندي الخاص ومرحبا. ديال رولكس حاجة زينه نتاع ريزينغ، تمن 4600 درهم، 92 ريال، وليني خاتم راه عملي ومتقون، هانتوما البنات. هذا نتاع الطروادي عاوتاني، طروادي اوفال، هانتوما البنات ديال الطروادي اوفال. بالنسبه لهاد الشبكه ديالو كبيره، نشوفوا الجناب كي دايرين، راه مختلفين. بالنسبه لهاد اللعيبه ديالو راه بومبي، الدوره ديالو بومبي، تجي صحيح وعملي. يعطيك الخير احمد، الحمد لله، مرحبا بك اختي والف مرحبا. ثمن 3700 درهم، 74 ريال، خاتم واعر، لا ليونز ديالو تجي بومبي، راه ما تتلوطش، راه ما كتلوطش البنات، تنقولها وتنعاودها. 3700 درهم، 3700، نمشيو فين، راه مازال ما يتشاف، كاين شي حويجات اللي جدادين في اللايف، حاولوا بقوا معنا ومرحبا. ندوز عاوتاني لهاد السنيسلات، اولا السنيسلا ديال سميتو على ديال الفي، تمن ها هي البنات قبلتكم، سنيسلا ديال الفي، كتجيب ديك الوريضه في الوسط، بالنسبه للثمن 3000 درهم، الثمن ديالها ما باينش مزيان، نحاول نبين لكم الثمن 3000 درهم. كتجيب هاد الفي وديك الشميشه ومشدوها في وسطها، يعني هادي سلسله واحده شاده جوج سناسل، صافي صافي البنات، هادي راه سلسله واحده جامعه جوج سناسل اللي بغاتها. مرحبا ألف مرحبا، 3000 درهم، 60 ريال، السلسلة ديال الفي تجي زوينة تبارك الله وطويلة، كتجي مشدودة في السلسلة ديالها، 3000 درهم، 60 ريال، فيها الطابع ديال 750 طبعا. وانتوما هاد الفي راه قاصحة، هاد البوطون تيف هذا راه قاصح، صافي البنات، لي بغاتها تواصل معايا في الخاص ومرحبا بها. كنتمنى كنتو درتو سكرين. هادي دازت، كاين هادي البنات دايره 1250 درهم، 1250 درهم، فيها 5 ديال لي موتيف، ماشي ماشي عفوا، فيها 9، ماشي 5، 1250 درهم، 1250 درهم، لي بغاتها
ادوز عندي الخاص ومرحبا. صافي 1250 فيها التشكيل ديال القفولة والسويرتات، حاجة زوينة تبارك الله. 1250 درهم. صافي البنات، اللي ما عجبهاش شي حاجه البنات حاول دوز عندي الخاص، راه كاين شكيلات اخرين، راه ما يصلح ليش ندوز كل شي دقه واحده، كل لايف ندوز حويجه. الناس اللي ما عجبتهمش الحاجه اللي تشوفوها دابا في اللايف دوز عندي الخاص ونوريها موديلات اخرين واختار على خاطرها. كاين هذه ديال الحب، هاي فين البنات، سلسله زوينه، سلسله ديال الكادويات، فيها في هاد الحجيرات هادو في الوسط، الثمن ديال 1450 درهم. 1450 درهم سلسله ديال الحب، وتتجي هذه السلسله ديال النيلو، سلسلة نيلو قصحة ماشي سلسلة اللي في ساعة تقطع الكوم، اللي بغاتها دايرة 25 عفوا 29 ألف ريال ومرحبا بالجميع. كاين هادي جاية على شكل أمي، عارفين البنات، عارفين السلسلة ديال أمي، حاجة زينة تبارك الله، تمن 1400 درهم، 28 ألف ريال، هاهي 28 ألف ريال، سلسلة ديال أمي. هي بالسلسلة ديالها مطبوعة تبارك الله بالطروات ديال الليزر، تمن 1400 درهم، 28 ألف ريال، اللي بغاتها تواصل معايا في الخاص ومرحبا وألف مرحبا. كاين هاد لونسومبل هذا ديال الجاكوار، تيجي تبارك الله بهاد الطوينكات هكا، ولكن تبارك الله تيتفكسو، بالنسبة اللي بغات تفكسيهم راه تيتفكسو، يكفي دوز عند الذهبي وتقول له فكسيهم لي، راه تيفكسيهم لك عادي. هانتوما البنات ديال الجاكوار، خويت مزوون، حجيرة خضراء طبعا. هانتوما البنات، كنتمنى تكون الصورة تتبان لكم مزيان دابا، ديال الجاكوار خويت مزوون، قاصح راه ما تيتلوطش، هذا ديوه بالكارونتي ما كيتلوطش، ماشي تستهان به تشوفها كرقيق وتستهان به. الحلقة تيجيو هكا على شكل طوينكات، الناس اللي تيعذبوهم الحلقات التعليقة ديالها فينا هي، هاد التعليقة مع السنيسلة كيجي بهاد الموتيف هكا، حاجة زينة. وفيها حتى الكورميطة ديال اليد، حتى الكورميطة ديال اليد راه كاينة، ها هي فين هي، ها الكورميطة ديال اليد، بغات الكورميطة فين هي، وهذا والسلسلة ديال العنق راه كاينة، حاهم بينا لكم مزيان. صافي بالنسبة للخاتم فين هو، ها الكورميطة ديال اليد، هانتوما البنات، تا هي حجيرة خضراء، هادي راه ديال اليد، هانتوما البنات، شوف الداخل ديالها. الموتيف راه قاصح، هاد ديال اليد، ها السنيسلة ديال العنق عاود تاني، هادي بالنسبة لصحاب الجاكوار. بالنسبة للثمن ديالو 7700 درهم، 7700 درهم، 154. كنتمنى تبان لكم دابا الصورة مزيان، الناس اللي كيتشكاو من الصورة. دابا واش مزيان؟ المهم اللي مبانت لاش حاجة حاول دوز عندي الخاص ومرحبا، اللي مبانت لاش حاجة تواصل معايا في الخاص. تمن 7700 درهم، كاين هاد البنات ديال الكلاش، ها هو اونسومبل ديال الكلاش، ها هو فيه الخاتم ديالو، التعليقة والكورميط، الكورميطة هادي قاصحة ماشي الخفيفة اللي كتعواش في الجناب، ولا راه عندي الخفيفة اللي بغات تأكد راه ماشي خفيفة، دوز عندي الخاص تلقى هاد البلاك هادي قاصحة، وكاين اللي تنقولو حنايا البريصة تكون خفيفة بزاف. هانت فيها الحلقات، الحلقات ديالو هامو ديال الكلاش، فيها سلسلة شوبار، تعليقة ديال ريزينغ، تعليقة ديال ريزينغ، الناس اللي تعرفو ريزينغ هتشوفو، شوفو تبارك الله. بالنسبة للخاتم حتى هو ريزينغ مشبك من الداخل، الحلقات هما زوينين وقاصحين، الثمن ديالو 13200 درهم. حلقة بحجر في شي حاجة صحيحة آخر. مرحبا اختي النقاشة أم أميرة، مرحبا اختي، يتواصل معايا في الخاص ومرحبا بك، مكاينش إشكال. صافي بالنسبة للثمن ديالو هذا 13200 درهم، 13200 درهم، ها هو البنات 13200 درهم بالنسبة لهاد لونسومبل.
فيه الحلقات الخاتم السلسلة ديال الشوبر مع تعليقة والكرماد اليد، والثمن طبعا 13 ألف ريال، 13 ألف درهم و200 درهم. مرحبا. التعليقة اختي عندي بزاف من اختي ام جابر، عندي الصغيرة وعندي الكبيرة وعندي المويل، الله يعطيك الخير، عيد دوز عندي الخاص باش ما نطولوش على الناس. وراه مرحبا بك. عندك الثمن عبد تقريبا اختي ام جابر بالنسبة للتعليقة، الله اعلم الا دايرة شي 66 وقيلة بحال هكا. عيد دوز عندي الخاص، هذه الصغيرة شي 66 الى صلاح لك اختي، ودوز عندي الخاص درتي فينا واحد الخير كبير باش ما نعطلوش المتتبعين ديالنا ويتقلقوا علينا. مزيان حلقات كريول بليبول. مرحبا اختي سيها، ما خليك معايا. كاين هاد لونسوم هذا 11900 درهم، هي 11900 درهم. نحاول نحيد لكم هنا، هيا البنات نحاول نحيد لكم الثمن ونديرو هافا هنا باش يبان لكم مزيان. هنا ها الثمن 11900 درهم، خاتم ديال ريزينغ تبارك الله تيفاني، هذا راه العوينات ديال مجموعين، حلقات راهم كبار، وسلسلة الكورميط راه تنقول لكم سلسلة الكورميط راه تديوها على حسابي، واخا ما شريتوهاش من عندي سيروا ديوها بالضمن. سلسلة الكورميط التعليقة ديال تيفاني، هانتوما ريزينك، هانتوما شوف تبارك الله ريزينك، وسلسلة نتاع الكورميط. الثمن التوتال هو 11900 درهم، 11900 درهم. كنتمنى تكون الأمور واضحة وباينة، اللي عندها شي تساؤل يدوز عندي الخاص ومرحبا بها. ندوز عطيني واحد لونسوم ديال الطروات دي، ما نمشيو فينا البنات، راه مازال ما يتشاف بالنسبة للميزات، راه مازال ما دوزناهمش كاملين. صراف ما كرهناش اختي كنظن وقيله، والله ما عرفتش انا تبان لي مزيان نتوما والله ما عرفتش. كاين شي اشكال في الكونيكسيون داكشي علاش. دابا راني طالق اللايف في تيك توك وسميتو عليه هذا، داكشي علاش وقيله راه الصوره شويه مظلمه. هادو حلقات ديال الطروات دي مدورين، انتوما الناس الحلقات نتاع الطروات دي مدورين، هانتوما الطروات دي فيه السلسلة ديال الشوبار مع تعليقة، والخاتم كبير، هانتوما الخاتم كبير، هانتوما البنات خاتم راه كبير، وسلسلة ديال اليد كورميطة. الثمن هو 9800 درهم. هادي كورميطة ديد فيها ثلاثة ديال هاد لي موتيف، 9800. كاين هاد لونسومبل حتى هو الثمن ديالو انا ندير لكم هنا، المهم الثمن ديالو 7300 درهم، 7300. فهاد الكورميطة اليد، ها هي الكورميطة اليد، والحلقات ديالو هانتوما البنات، حلقات كيجيو على هاد التشكيل هذا طوينكات، كيجي زويون تبارك الله. شوف الخدمة ديالو كي دايرة، السلسلة تجي على شكل بحال السطوار، ها هي شوف ودابا اختي الثمن ديالو 7300 درهم البنات، 7300 درهم بالنسبة للثمن ديال هاد لونسومبل هذا. سبعة آلاف وتلتمية درهم فينا هي، 7300 درهم. لونسومبل زوين كيجي بهاد الشكل هذا، كنتمنى تكون تبان لكم الصورة مزيان. بالنسبه لي الصوره وقيله راه مزيان والله اعلم. المهم بلاتي انا تنحاول نوريكم، وانتم اللي ما بانت لا شي حاجه دوز عندي الخاص ومرحبا. صافي عيد دوز عندي الخاص وقول لي شنو بغيتي. مرحبا. صافي البنات، شوف دابا الاخوان شوفوا دابا واش مزيان. كاين هاد النباله ميزات على سوم 750 درهم، على سوم 750 درهم. هيا فينا تبارك الله، شوفوا هذا الضو كيدرافيا كي دايره، هانت نقيه ديال بصح 750 درهم، 750 درهم نباله واعره تبارك الله، الحاشيه ديالها مازال نقيين. هانتوما البنات شوفوا تبارك الله كي دايره فنه. بالنسبه للميزان ديالها 13.87، 13.87
750 درهم 11790 درهم 11790. ما بغيناش اختي نقطعوا اللايف باش ما بقاش نعاودوا عاوتاني ا0. داكشي علاش حتى اللايف ملي يطلع ما يبقاش مقطع. الا ما بدلك شي حاجه اختي تواصل معايا في الخاص ونصورها لك مزيان. شوف تبارك الله كديره حاجه زينه تبارك الله. الذهب ديالها بلدي، الذهب ديالها بلدي. يعطيك الخير اختي سناء اللي خطيك. اللي ما عجبتهاش شي حاجه دوز عندي للخاص ومرحبا. صافي البنات عادي اي وريني الحاجه اللي بانت لك وراه في الخاص غنصورها لك مزيان. كاين هذا البنات عاوتاني هاد النبال هادي فنه تبارك الله. ها هي هميزه 3750 درهم 750 درهم حاجه فنه تبارك الله وزوينه. هانتوما البنات حاجه فنه وزوينه تبارك الله وبثمن رخيص. بالنسبه للقياس ديالها 6.5 6.5 القياس ديالها صافي. هانتوما من الداخل ديالها تبارك الله كديره راه مازالها فنه تبارك الله نقيه ما فيها حتى شي ضربه. اكبر قياس هو هذا 12.33 12.33 9250 9250 والقطر ديالها راه كبير صافي. القطر ديالها راه كبير هانتوما البنات. القطر ديالها كبير البنات هنايا صافي. نحاول نعطيكم القياس 6.5 6.5 القطر ديال هاد النبالة هادي. كاين اختي سهام كاين انا غندوزهم كاين دابا في اللايف غير خليك معايا غادي ندوزهم دابا ان شاء الله نمشي فين. كاين هادو تاهما على سوم 850 درهم 850 درهم 850 درهم ديال الكارتي. موديل الكارتي راكم عارفينو تيكون زوين. هانتوما البنات شوفوا شي حاجه فنه تبارك الله راهم جداد 16.37 على سوم 850 درهم 13900 درهم 13900 درهم 16.37 على سوم 850 راهم ديال الكارتي حاجه فنه وزوينه. هانتوما البنات حاجه زوينه بزاف راهم جداد اللي بغاتهم. القطر ديالهم فيه شي 5.9 هي 5.9 القياس ديالو 5.9 اللي بغاتهم تفصل معايا في الخاص ومرحبا. هذا حتى هو ميزه البنات هذا راه ميزات على سوم 750 ماشي 800 درهم وماشي 770 اي 750. داكشي اللي كاين اختي سناء الله يهدي مخلق. حنا ما عايشين نتسوقوا حتى شي واحد غادي نستمروا في اللايف ديالنا واخا ماشي ضربوا على اللايف واخا كاع يحيدونا حتى الكونكسيون كاع الا كان بامكانهم. صافي البنات الله يعطيكم الخير 10.86 على سوم 750 درهم و 8150 درهم 8150 الله يعطيك الخير اختي ام جابر الله يخطيك. كنحييكم الصراحه على هاد الاستماته ديالكم معنا ولا هاد النضال ديالكم مع مجوهره سكينه وتنحييكم 10.86 على سوم 750 درهم 750 درهم تنعطيكم حاجه فنه تبارك الله بثمن واعر راه بحال الهميزه دابا راه 660 درهم 665 اقل الثمن باش كيدوزو دابا. انت هضرك على الناس اللي هما هذا تمسكين بسميتو بالثمن بزاف عفوا بالثمن طالع بزاف. مرحبا اختي سلمى يمكن وقينا دابا راه مزيان 10.86 ها هو فن تبارك الله 750 درهم 750 درهم حاجه زوينه تبارك الله راه براسلين نقي نقي الضربه ما فيهاش والله الا الضربه ما فيهاش تبارك الله كداير هميزات راه واعر. هانتوما البنات مزيان مزيان كتبت الصوره مزيان هادشي اللي بغينا صافي. هادو بالنسبه للناس اللي ما شافوش مزيان هاد النبالات راهم هميزات صافي. هادو راهم هميزات على سوم 750 درهم هما واعرين تبارك الله ولينا جديدين نحطهم في الفترينه ولا تنبيعهم جداد صافي. هانتوما حاجه فن هادي بلديه هادي غوزيه هادي بلديه هادي غوزيه
صافي البنات، القطر ديالي هادي، القطر ديال هادي فيها شي 6.6 ديال الفقيرة، هادي 6.61، هادي 6، هادي 6.1، تجي زوينة تبارك الله، بلدية راه واعرة، إلا لقيتو فيها الضربة نعطيكم الحق. هادي حتى هي واعرة، حتى هي زينة بزاف، وراه مازال إن شاء الله اللي بغاتكم غادي نغسلها ونحنا بها وغنصيفطها إن شاء الله. هادي 6.5 أكبر قياس في النبالات، 6.5 هذا هو القياس اللي لمتداول اللي قيل، عفوا ماشي القياس اللي تلقاه موجود. صافي البنات، هادو قلت لكم راه ميزات حتى هو، هذا راه على 750 درهم، ماشي بالموديل ولا، راه واعر، راه نقول لك الضربه ما فيهاش، ما عمرو تهرس وتسودا ولا. المهم اللي بغاش اللي كيفتش على الميزات راه تنجيب لكم الميزات، الثمن زوين. كاين حتى هاد الخويتم، هذا الذهب البيض، ماشي هو كحال هكا ولا، راه الذهب ديالو ذهب بيض، جاي مسيرتي بالذهب البيض. صافي البنات، تيجي تبارك الله مغلف من الداخل، خاتم بلاندي او طاي عليه برجلك وما يعواش. بالنسبه للثمن، عفوا الميزان ديالو هو 6.35، الميزان 6.35 على سوم 750 درهم، خاتمه تنقول لك راه بالضمان يعني بالكارونتي. صافي البنات، راه حاجه زينه وخزينه من الفوق، هذا راه قاصح، شوف راه تعوط عليه في الجناب ديالو ولا بغى يتلوط. اللي بغى تخزن فلوسها فيه 750 درهم، خاتم زويون فيه 6 غرام، راه ماشي خاتم خفيف. صافي، كنزلوها فيها شي 1.9، كيصاد ما عندناش اشكال، كنزيدو فيهم كنقصوهم. صافي البنات، هذا ديال التخرام، حجيرة خضراء، حجيرة خضراء، الثمن ديالو 4000 درهم، حتى هو زويون، خاتم بلدي وعملي. ها هو البنات، 80 ريال، 80 ريال. اللي بغات دوز عندي الخاص مرحبا، خويتم جديد حتى هو خاتم ديال مارياج، 4.78. الناس اللي بغاو خاتم ديال مارياج هميزات، هاو فين هو قبلتكم، وبثمن راه جد مناسب، 4.78 على سوم 750 درهم، 3585، 3585. خاتم زوون، خاتم راه واعر، راه جديد، هذا راه جديد ماشي مستعمل. البنات اللي بغاتو تواصل معايا في الخاص ومرحبا. كاين هذا ديال ليبول، خدمه ديال تركيا تبارك الله، فنه وزوينه، النقا ديال النقا، تيجي هذا ليبول هذا 3800 درهم، 3876. خاتم ديال ليبول راكم عارفين كي داير، تيكون قاصح، راه ما تيتلوط ما تيعواش، 3800 درهم، 76 ريال، خاتم زوين، حتى العشه ديالو ثابته ما كتحركش. حويلقات ديال الكريول بالنسبه لواحد الاخت سولتني عليهم، ما فين هما، 2100 درهم، 2100 درهم، مفتولين، 2100 درهم. بغاتو دوز عندي الخاص ومرحبا. كاين هاد الخويتم هذا ديال ديال الكورميط، عفوا، تيجي مسيرتي بالحجيرات، وكاين السامبل ديالو، الثمن 3700، اللي هي 74 ريال، 3700، 74 ريال، خاتم ديال الكورميط زوين بزاف، واعر، هانتوما البنات، 3700 درهم، هاي 3700. تقطع اللايف البنات، يمكن وقيلا كاين شي خلل في هذا. نعمل امباكت جرين وملا بنات، مشاو 07 01 35 72 05. واخا البنات، طلعتكم الخير. يلا بنات، طلعتكم الخير. هذا ديال الشميشة ريزينغ، تيجي مشبك هكا، الثمن ديالو 5300 درهم، 106000، 5300 درهم، اللي هي 106000 ريال، نتاع شميشة ريزينغ، تيجي مدوبل من الداخل تبارك الله، في الشبيكة ديالو حاجة زينة وفنة تبارك الله. هذا ديال الشميشة ماشي خدمة عادية، خدمة ديال ريزينغ، تكون فنة وزوينة، 5300 درهم، 106000 ريال. كيتقطع اختي الحمد لله، كاين الناس اللي قايمين بالواجب ديالهم، ولكن حنا ان شاء الله كما يقولوا لهم بالمرصاد، 5300 درهم ف
شفتوني تبارك الله حاجه زينه واعمالي. كاين هذا ديال المارياج، ها انتم الناس اللي بغاو شي حاجه ملكيه ديال المارياج، ها هو فينا حاجه فنه ب 750 درهم، 750 درهم 9.51 على سوم 750 7150 درهم، 7150 تدي خاتم واعر والثمن حتى هو فايت الواعر. ها انتم البنات حتى الموديل ديالو جديد، راه ماشي شي موديل اللي قديم ولا ستيل ديالو دايز على هذا. ها انتم حاجه زينه تبارك الله وصحيح وعملي اللي بغاتو، فيها 9 غرام فاصل 51 7150 درهم على سوم 750 درهم. ها انتم البنات حاجه زوينه وحاجه فنه، 9.51 7150 درهم، 7150 درهم. مرحبا اختي مونيا، ام عمر عفوا، واخا اختي نحاول نجاوبك الله يعطيك الخير، الا صيفطتي ليا في الواتساب وكنت مشغول ما جاوبتكش وهذا وطلعوا ميساجات بزاف، صافي هبطتي لتحت بزاف ما شفتكش والله الا سمحي لي اختي. انا نحاول دابا ندوز عندك للخاص، حيت سبق لك هضرتي معايا من قبل وقلتي لي يمكن نساين حتى ينزل الذهب، غادي نعقل على النمره خلاص غادي يرجع عندك. صافي مرحبا اختي والف مرحبا. اختينا زهاء مرحبا، بالنسبه للويزا ديال الفروج كدير دابا غالبا غادي 100 الفوق ابتداء قيل 104، ما بين 104 105 هذا هو الثمن. دابا الثمن مستقر شي وما واضحش مزيان، هذا هو الثمن ديالو. مي بدات عندي اختينا زهاء سميتو على الخاص ونشوف لك الثمن ديالهم. صافي تواصل مع اختي في الخاص ومرحبا. 3700 درهم، 3700 زوين بزاف البنات، هاو فينا حاجه فنه، خاتم ديال مارياج، خاتم زوين بزاف. مرحبا اختي فاطمه، ممكن نلقى لك شي واحد دابا الثمن هذا. كنتمنى تكون الصوره واضحه دابا، يمكن وقيلا راه مزيان. هذا خاتم سامبل الثمن ديالو 3774 ريال، خاتم زوين 10 كاري. هي الكونكسيون شويه ضعيفه اختي بالنسبه للتيك توك، يمكن وقيلا تقطع دابا. بالنسبه للتيك توك حنا هذا اي سيناه اليوم. كاين هذا ديال الفروج البنات، خاتم ديال الفروج تيجي بهذا الكادر ديال العظم، عندي الحلقات ديالو كباري انتما البنات ديال الفروج، حاجه زوينه الكادر ديالو قاصح وصحيح. 5500 درهم، 5500 110 ريال، والخاتم زوين، خاتم عنده هذا الكادر هذا ديال العظم، حاجه زينه وصحيحه. مرحبا اختي نزهه، حاول تواصل معايا في الخاص ومرحبا، دوز عندي الخاص ونشوف. كاين هذا ديال تيفاني، عنده هذه اللعيبه ديال تيفاني كبيره وعاطيه للعين، هانتوما البنات 4800 درهم، 4800 درهم 96 ريال، 4800 خاتم زوين، خاتم ديال تيفاني حاجه فنه وزوينه هانتوما البنات، شي حاجه واعره نتاع تيفاني سامبل ما فيهاش الحجر. اللي بغاتو تواصل معايا في الخاص مرحبا. كاين هذا ديال الاناناس البنات، اونسومبل ديال الاناناس فيه تعليقه كبيره، تعليقه فيه 4 د اللوياج سلسله الكورميت، حلقات زوينين ها انتم البنات حاجه فنه، وخاتم حتى هو راه فيه 3 ديال اللوياج ها انتم البنات. الثمن ديالو 11200 درهم، 11200 درهم. كنتمنى يبان لكم الثمن مزيان. الثمن ديالو 11200 درهم، مليون و 24 ريال، مليون و 24. خاتم زويون ها هو ديال 3،
وفي الحلقة ديالو نص سلطة غورميت مع التعليق. كاين هذا ديال كارتي بلاس كارتي 8900 درهم، 8900 درهم. تعليق الكارتي تجي تبارك الله مدوبلة من الداخل هيا، و سميتو عليه، وحلقة ديال الكارتي. كاين الخاتم ديال الكليبرا، الخاتم تاع الكليبرا تا هو ديال مارياج. مرحبا اختي ام نعمة الله، نعطيك الخير اختي نزهة، ما كاينش اشكال، الله يخطيك، مرحبا بك والف مرحبا اخي. الخط مرحبا اختي نزهة، ما تعرفش دوز الخط، والله ما عرفتش نقول لك، خفت نقول لك دير النمرة ديالك هنايا نشدوها حنايا ونتواصلوا معاك، ولكن يبقاو يدرونجيوك، كاين الناس اللي باسلين، كاين المتطفلين اللي دخلوا بقاو يديرونجيكم، من الاحسن بلاش، حاول تشوف شي